هل يجوز أن أعتمر عن جدة الميتة أو أحد أقربائي؟ إذا كنت اعتمرت عن نفسك فلا بأس أن تعتمر عن غيرك، ولكن ما تحرم بالعمرة من مكة، تخرج إلى الحل من التنعيم أو من عرفة أو الجعرانة تحرم، يجوز هذا، لكن الأولى أيضا أنك تبقى في الحرم ولا تخرج، وبقائك في الحرم وصلاتك في المسجد الحرام أفضل من العمرة، بقائك في المسجد الحرام وصلاتك فيه واعتكافك فيه وجلوسك أفضل من الخروج للعمرة.